الكتاب الجديد هو الكتاب الثالث من خطاب سليمان قضايا في التلقي والتقديم، وهو بطبيعة الحال كتاب يضم مجموعة من القضايا، قضايا سينمائية متعلقة إما بالسينما أو بالصورة، وفي شقين، شق التلقي وشق التأويل. هذه القضايا طوال مدة ممارستي للنقد السينمائي كنت ألاحظ أن هناك مجموعة من القضايا التي لا تحضر بالضرورة تهم الجمهور لكنها لا تحضر في الكتابات النقدية، فكنت في كل مرة أثير مع نفسي قضية من القضايا وأكتب عنها مبحثا خاصا دون أن أفقد الخيط الناظم بين هذه القضايا. الكتاب ينقسم إلى قسمين، القسم الأول هو المتعلق بقضايا التلقي، وجدت فيها العلاقة السينما بالآداب، وجدت فيها تعريف الصورة، نجد فيها اضطهاد الصورة، نجد فيها السينما والأخلاق. كذلك في الشق الثاني المتعلق بالتأويل هناك مجموعة من القضايا، مثلا من ضمنها السينما الربيع العربي، السينما والثورة، السينما أو غياب القبلة عن السينما، تحويل لغة الفيلم أو ما زالت تحويل لغة الفيلم إلى آخره من هذه القضايا. ثم هناك كذلك قضايا متعلقة بمآل أو مآلات السينما الجميلة أو الفيلم الجميل. هذه القضايا المجتمعة في رأيي تهم أو تأتي في مرحلة مهمة من علاقة القارئ بالسينما أو علاقة الجمهور العربي بالسينما. في وقت بطبيعة الحال نلاحظ فيه هجوم كبير على الفن، هجوم كبير على السينما، مجموعة من المكتسبات في حرية التعبير أصبحت مهضومة، وهناك فقدان لمساحات فنية لفائدة قوى ربما قوى ظلامية، قوى لا تؤمن بالفن وبقدرة الفن على التغيير. يعني مثل هذه الكتابات أو رهان من وراء هذا الكتاب هو أساهمة في إطارة بعض القضايا التي ستهم القارئ وستزيل بعض من اللبس حول بعض الأشياء التي ربما لم تكن هناك كتابات ملائمة أو كتابات متوفرة لكي تساعده على فهمها. الأستاذ سليمان الحقيوي، نلاحظ أن السينما تحتضر الآن، والآن تكتب كتاب حول الخطاب السينمائي، مقاربة نقدية، أليست هذه مغامرة؟ من زاوية ما الكتابة عن السينما قد تبدو مغامرة. هنا أذكر مجموعة من الاعتبارات، لأن أن تكتب كتابا دون أن تضمن أن هناك قارئ، من يستحق فعلا أن يحمل هذه الصفة عليه أن يتجرد من مجموعة من الأمور، منها الذاتية، منها الإيديولوجيا، منها كل ما هو خارجي على الفيلم. وطبيعة الحال كما تعرفون أن البنيويين حسموا في هذه المسألة، وإن كانوا قد تطرقوا في قتل المؤلف، ولكن في جوانبنا قد وضعوا الإطار العام لكيفية الممارسة العقلية، وهي أن يتجرد الراقب من كل ما هو خارجي وأن ينظر إلى الفيلم من داخله فقط، أي من لغته السينمائية، من تصور المخرج، من وسائل التعبير في الجوانب الجمالية. ما دون هذا إسقاطات إيديولوجية، إسقاطات خارجية، يصبح الناقد أو الناقد يفقد موضوعيته ويفقد بوصلته إلى عمق الفيلم وإلى مضمونه وشكله. لا تنسوش تابعونا على جميع وسائل التواصل الاجتماعي والاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس ليصلكم الجديد.